أولا نحب نوضح اللي الاضطراب خص مادة ليسانس سون بلون، الغازوال سون سوفر والغازوال اوردينير متواجدين بالكميات اللازمة. كما تعرف أنت معناها أكثر السيارات في تونس هما سيارات تستعمل ليسانس سون بلون. صاروا صحيح اضطرابات منذ ليلة الجمعة في الليل، اضطرابات مأتاها هو ساعة الوضع العالمي. احنا كان نشوفوا اليوم الاضطرابات الموجودة على السوق العالمية تخلي بعض الأحيان الإمدادات ما توصلش في وقتها، وإلا إمدادات قد يكون لابد أن نثبتوا فيها. فاللي صار هو خاصة على تونس العاصمة، معناها لو غران تونيس، معناها الأربع ولايات تونس، وكذلك معناها احنا نقولوا منطقة الشمال اللي هي نابل حمامات وبنزرت، صار فيها اضطراب متعلق ب، خليني نقول كان فما نقص في التزود، لكن اللي صار النقص هذا زاد زامنه طلب كبير انه التونسي مولا كما نعرفوا احنا كنا توانسه، وقت اللي يسمع وما فماش اسانس يعاود يعود باش ياخذ كميه، ياخذ كميه ضعفها. فهذاك اللي صار، وعلى هذاك احنا في الليله الفاصله بين السبت والاحد قمنا بتزويد من مصفيات بنزرت اكثر من 5300 متر كب، تم معناها نقلها الى مستودعات رادس. كما تعرفوا انتم نهار الاحد يوم عطله، لكن معناها طلبنا من كل المزودين وكلمناهم، معناها انه قلنا لهم راهو المنتوج موجود في مستودعات رادس، ناهيك انه مثلا كان ناخذ المزود الوطني اللي هو شركه عجيل، تم معناها نقلت ولا تزودت ب 550 متر كوب من مستودعات رادس لكامل الكيوسك اللي متواجدين في منطقه تونس الكبرى. لكن 550 متر كوب هو حاجيات ساعات نتاع 3 ايام، ماضي 3 نتاع العشيه الكل وفاء. باش نوريك اللي ربما وتيره الاقبال خليت بعض الاحيان بالحق صاروا اضطرابات في اللحن.